الأخوة المشاهدين جميعاً، يسعدني أن أرحب بكم في أول حلقات منصة اليوم، منصة الدكتورة نادين، في نقاش الساعة، في حديث الساعة، في حديث لأجل الوطن ومن أجل الوطن. نسعى دائماً لاستضافة كل النخب وكل الكتاب وكل المحللين السياسيين من أجل إيجاد مخرج لما نحن عليه ومخرج للوضع المتدني والذي أصبح الشعب يعني في وضع كارثي. سنركز في محور نقاش الندوة اليوم هذا من خلال تصريح وزير الخارجية الأمريكي لإصدار حركة أنصار الله أو الحوثيين كحركة إرهابية أجنبية، هكذا ذكرت، بما فيهم قادتهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم وغيرهم من أدوات وأذناب إيران المتواجدين في سلطة الأمر الواقع داخل صنعاء. سيكون القرار نافذاً طبعاً حال إقراره في 19 من الشهر الجاي، أي قبل رحيل ترامب بيوم واحد فقط. يعني هنا اللعب في الوقت الضائع وليس في الوقت المناسب التي كان ينبغي أن يكون قبل سنوات. في ظل هذا التصريح أصبحت المنظمات الإنسانية بشكل عام لديها نوع من الخوف والقلق على أن تنقطع المساعدات المالية منهم، لأنهم جنوا خلال الست السنوات وهذه السنة السابعة أموالا طائلة باسم الشعب اليمني الذي لم يصله حتى 10% من تلك المساعدات، وإنما كانت تمشي للمجهود الحربي بالاتفاق مع الحوثي وغيره وغيره. الجميع يعلم كيف تصل تلك المساعدات المالية ولا تصل إلى الشعب، تصل للحوثي ولا تصل إلى الشعب. هناك تلاعب، ولكن نحن أوشكنا أنه إذا وضعت أمريكا وصنفتها الكونغرس اعتمد هذا القرار، سيكون هناك قطع للمساعدات الإنسانية التي تصل لجماعة الحوثي. واشنطن طبعاً ستعمم ذلك، ولكن هناك استثناء للتعامل كما علمت أنا، وما أدري إن كان لديكم أنتم كمحللين وكاتبين يعني في هذا الجانب استثناءات للتعامل مع حركة الواردات والمساعدات إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. هنا سؤال كبير يدور حول هذا الموضوع. عدد من الصحف الدول الكبرى في الغرب بما فيهم في واشنطن نشرت تقارير لأول مرة عن مجاعة كبرى وعن بالأرقام لمعارضة التوجه الأمريكي تجاه إصدار هذا القرار أو اعتماد هذا القرار. أيضا هناك الخارجية الإيرانية صرحت في أول رد فعل لها عن عزم، يعني ردة فعلها كانت يعني إن واشنطن تصنف الحركة لأنصار الله كمنظمة إرهابية، هذا يعني حسب على لسانهم إنه هو عبارة عن إفلاس إدارة ترامب في أيامها الأخيرة. لكن حكومتنا الشرعية، حكومة الجمهورية اليمنية، رحبت بتصنيف الحوثي كحركة إرهابية في قوائم الإرهاب ضمن بيان وزارة خارجية أمريكا. وكما أكدت وزارة الخارجية اليمنية أيضاً أن دعم إيران الأيديولوجي والمالي والعسكري والفني لإدراجها كذراع إيران في اليمن كحركة إرهابية هو الذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية، وكان آخر إرهاب قامت به كما يعلم الجميع يوم 30 ديسمبر 2020 على مطار عدن التي استهدفت فيها الحكومة بأكملها وتسبب في مقتل العشرات من المدنيين. ورغم أن الدول الكبرى كانت تطرح سابقاً سنة 2004، يعني مش من الآن، من بعد 2010 و2011 و2006 وغيرها، ولكن في 2010 كان هناك مطالبات للحكومة بشكل دائم أن تضع جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، إلا أن واشنطن كانت ترفض هذا الشيء،
وكانت ترفض أن تصنفها ميليشيا أو حركة إرهابية. نرحب اليوم بالأساتذة الأفاضل والدكاترة الأفاضل. لدينا الدكتور عادل شجاع، عضو الحوار الوطني، عضو الحوار في جنيف، عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، كاتب ومحلل سياسي. نتمنى أن نسمع منك دكتور عادل الشجاع، ما هو قراءتك لهذا البيان وكيف تنظر للمستجدات التي حدثت يومنا هذا؟ تفضل عزيزي. هي خطوة ممتازة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان يفترض أن تقوم بها منذ أن بدأت عصابة الحوثي الإرهابية ترفع شعار الموت لأمريكا. لكن أعتقد أن يعني هذا القرار ما زال رغبة لدى الخارجية الأمريكية، ربما يصطدم بعدم الموافقة حينما يذهب إلى الكونغرس. لكن بطبيعة الحال الفكرة من حيث ذاتها هي التي ينبغي أن يشتغل عليها الجميع، وفي مقدمتهم الشرعية اليمنية التي يفترض أن لا تكون اليوم مثلها مثل بقية الأطراف الأخرى تصدر بيان مباركة. على الشرعية اليوم أن تتحرك وتحرك هذه القضية في ملفات متعددة على المستوى السياسي وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني، وكذلك مطالبة الدول بتجميد أموال شركات تتبع الحوثي، وهناك أكثر من 258 شركة مالية لدى الحوثي يفترض أن تطرح على قائمة الإرهاب وتمنع وتوضع أيضا على قاعدة العقوبات. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني ما يتعلق بهذا القرار أو هذه الرغبة، ينبغي الدفع بها في المحافل الدولية، وينبغي أن يكون هناك فرق دبلوماسية تتحرك اليوم في الذهاب إلى واشنطن وإلى الدول الأوروبية للدفع بهذا القرار ليمضي قدما. حقيقة عصابة الحوثي فاقت كل العصابات الإرهابية التي مارست الإرهاب عبر التاريخ، ولا أعتقد أن هناك عصابة إرهابية ترقى إلى نصف ما ارتكبته عصابة الحوثي من جرائم إرهابية. هذه العصابة برنامجها وشعارها يقوم على الموت من أجل أن توهب لها الحياة، ولا يهمها في نهاية المطاف إذا ما مات العالم بأجمعه أو دمر العالم من أجل مصلحة هذه العصابة. أنا أعتقد أن مثل هذا القرار سوف يعمل على تفكيك عصابة الحوثي من الداخل، وستلقى هذه العصابة للتآكل الداخلي فيما بينها حينما تشعر بأن هناك من قياداتها المسيطرة على زمام القرار قد وضعت تحت العقوبات، فستتجرأ بعض القيادات الأخرى لكي تجد لنفسها موطئ قدم، وسيحدث صراعا وستتفكك هذه العصابة. بالإضافة إلى أن الذين يعملون مع هذه العصابة سيدركون بأن هذه العصابة هي عصابة إرهابية، ومن يعمل معها أو يساعدها فهو يدخل في ضمن الأعمال الإرهابية. هو قرار ما زال في طور الرغبة، ينبغي أن يكون هناك شغل دبلوماسي عالي المستوى وعلى الشرعية أن تشرع بهذا من هذه اللحظة، وكذلك على منظمات المجتمع المدني أيضا أن تحمل هذا الملف إلى المحافل الدولية وتضغط في اتجاه أن تتحول هذه الرغبة إلى قرار دولي، ليس فقط في واشنطن وإنما يصبح على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الدول فرادى. يا أهلا وسهلا، كلام جميل. يعني هو طبعا يعني هذه الأمور ستحتاج إلى وضع قائمة كاملة عن التعامل مع هذه الحركة. هل هي حركة ستكون تتنقل مثلا، هل ستمنع من التنقل خارج اليمن، هل سيتم، هل سيشمل هذا القرار
من هم خارج اليمن أيضا أم سيبقى القرار في الداخل فقط؟ هنا نريد أن نعلم، لأن حركة الحوثي هي حركة أصبحت إقليمية دولية يتعامل معها كثيرين موجودين داخل أمريكا وداخل ألمانيا وداخل الدول الغربية داعمين لهذه الحركة من ضمن منظمات مجتمع مدني وأيضا منظمات سياسية تدعمهم. هل القرار هذا سيدخل فيها كل القوائم هذه المنظمات أم هي فقط شملت عبد الملك الحوثي وأذرعة إيران في الداخل؟ بالتأكيد إذا ما مضى هذا القرار وصوت عليه الكونغرس فإن المتعاملين مع المشمولين بالعقوبات سيسري عليهم القرار، وهو يشبه القرارات الأخرى التي تتخذ في حق الدول أو في حق الجماعات ومن يتعامل معها. هذا القرار إذا مضى من الكونغرس ووافق عليه الكونغرس وصوت عليه، بالتأكيد كل من يتعامل مع عصابة الحوثي سيشمله هذا القرار. وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي حينما أراد أن يطمئن أولئك الذين يتخوفون من الانعكاسات السلبية لهذا القرار فيما يتعلق بالوضع والجانب الإنساني في اليمن، قال بأنه سيترك مجال أو هامش للمنظمات العاملة في هذا الجانب. وأنا أعتقد أن المتخوفين من صدور مثل هذا القرار هم أصحاب المصالح، وتخوفهم ليس من أجل مصلحة الشعب اليمني بقدر ما هو خوف على مصالحهم، لأن المساعدات التي تذهب إلى اليمن وخاصة في الأراضي التي تسيطر عليها عصابة الحوثي تذهب جميعها إلى يد الحوثي، النصف منها يأخذها ماديا والنصف الآخر يأخذها عبارة عن سلة غذائية، وهو يتحكم بكل هذه المساعدة سواء التي هي مادية أو التي هي على شكل أغذية، فالمال يأخذه ويدفعه مرتبات لمقاتليه في الجبهات، والسلة الغذائية يضغط بها أيضا على الأسر ولا تأخذ هذه الأسر هذه المساعدات الغذائية إلا إذا دفعت بأحد أبنائها في الذهاب إلى الجبهات للقتال. وبالتالي لا أعتقد أن المساعدات إذا ما توقفت أن يتضرر منها الشعب اليمني، لأنه في الأساس لا يحصل على هذه المساعدات، وينبغي أن يكون هناك هامش للمنظمات لكي تستطيع أن توصل هذه المساعدات بشكل مباشر للمواطن اليمني بعيدا عن وساطة هذه العصابة التي تستخدمها أيضا لمزيد من كسب القوة وتستفيد منها أيضا لمزيد من الاستمرار في ممارسة أعمالها الإرهابية. أشكرك دكتور عادل الشجاع لهذه الكلمات والتحليل السياسي القيم التي أعطيتنا إياه، وسنأخذ بالاعتبار كل ما ذكرته من خلال حديثك لنعكسه على واقع توصيات لبرامجنا ولحكومتنا وللمجتمع اليمني بشكل عام. أشكرك جزيلا. والآن ننتقل للدكتور سمير الشرجبي. الدكتور سمير الشرجبي هو أستاذ بجامعة صنعاء تخصص علم الدم ونقل كلية ونقل الدم في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء، رئيس اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس، منسق عام للمنتدى الأكاديمي بجامعة صنعاء. فليتفضل الدكتور سمير، أهلا بك. يا ريت تفتح الميكروفون دكتور سمير من عندك، اضغط على زر الميكروفون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة نادين، وحييك على هذه المنصة وأبارك لك هذه الخطوة الرائعة، ونتمنى أن تكون هذه بداية لإدارة حوارات مستمرة. نحن دائما معك مستعدين دوما للتواصل والمشاركة دائما. أشكرك. شكرا لك محمد الآنسي، شكرا للجميع، شكرا للدكتور عادل لقبولك بتقديم المعلومات الأولية ورؤيتك الأولية التي تساعدنا كثير في الحديث.
حول هذا الموضوع القيم والهام. الحقيقة أنا شخصيا لست متفائل لهذه الدرجة يعني من هكذا قرار. يعني نحن نعرف جيدا أنه حزب اللات الإيراني في لبنان تم تصنيفه كحزب كحركة إرهابية من 97، وما زال اليوم هو من يدير ويعيق الدولة في لبنان، وما زال هو يعبث في كل مكان في لبنان وسوريا واليمن والعراق وفي كل مكان. ماذا حدث، ماذا يمكن أن يحدث للحوثي أو الحركة الحوثي في اليمن عندما نرى أنه لا يوجد أي أثر لهذه القرارات على أذرع إيران الأخرى الموجودة في المنطقة، سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق؟ لكنه بالأخير هي ورقة جديدة تضاف للأوراق المتوفرة للحكومة اليمنية والشرعية اليمنية. أنا أعتقد أن الشرعية اليمنية لديها من الأوراق الكثيرة والكافية التي تعطيها ممنحة مجرد وجودها كشرعية، فلديها اليد الطولة. جرائم الحوثي المستمرة تمارس بحق اليمنيين كل يوم كل لحظة وكل ثانية هي من تتحدث عن إرهاب هذه العصابة. وأنا أرى أنه الأقدر بنا أن نحن بحملة لتصنيف هذه الجماعة كجماعة عنصرية أهم بكثير من أن نحن نصنفها جماعة إرهابية. عنصرية الدولة، عنصرية هذه الجماعة ومشروعها، مشروع الولي الفقيه، مشروع هذه الجماعة السلالية العنصرية أهم بكثير، وستمر وسيكون لها أثر على المستوى الإنساني في العالم كله، كونها حركة لا تقل سوءا عن حركة النازية والصهيونية وحركة التمييز العنصري في 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 جنوب أفريقيا سابقا. أنا أرى إنه 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 التعويل على هذه التوصيات أو هذه القرار المحتمل لإدارة ترامب قبل خروجه من البيت الأبيض يعني تفاؤل مبالغ فيه. الحركة الحوثية وإيران بكل أذرعها من يوم إلى يوم اللي قامت فيه في 79 باستيلاء على السلطة في إيران رفعت الموت لأمريكا. يعني أنا شخصياً أعتقد إنه هذه نظام الخميني ونظام إيران هو صناعة صهيونية مدعوم من أمريكا. إذا لم استمر طول هذه السنوات على مدار 40 سنة هم معهم مشروع، كانوا هم اليد التي استخدمت في ضرب العراق وتسليح العراق على طبق الذهب لهذه الجماعة، عبثوا فيها حتى اللحظة وهم من دعموهم في كل المناطق. أنا شخصياً أرى أنها ورقة ممكن يستفاد منها لكنها ليست ورقة رئيسية. الحكومة الشرعية يجب أن لديها أوراق كثيرة وكافية أنها تمنحها في الحركة بالعكس أنا أعتقد يمكن الحوثي كمان يستفيد منها ويعتبر نفسه حركة نضالية، لأن الدولة الأمريكية والنظام الأمريكي ليس المثال الأفضل لكي يكون في مواجهة هذه المشاريع. هي ممارستها الإجرامية موجودة على مستوى العالم كله. يعني أنا اعذرونا يعني، لكن أنا أرى إنه هذا القرار لن يضيف شيء. والأهم على الدولة اليمنية أنها تتحرك بما تملك من أوراق كافية، وعلى المنظمات والأحزاب وتنظيمات سياسية في البلد تتحرك في الميدان وترفع لما يحدث في الساحة كل يوم لحظة وكل ثانية. آخرتها ما يدار في حي متعز، الجرام الذي يحدث في بحق المدنيين، تدمير الحجر والبشر هناك، وسبقها طبعا كل يوم على جرائم تركيا بحق الناس الذين يموتون جوعا بسبب وقف مرتبات الموظفين الدولة في مناطق، انتهاك مات الناس، اعتقال الإعلاميين والصحفيين والنساء وتغييبهم داخل السجون. أعتقد أنه هذا يجب أن يوقف يعني حركتنا في هذا الاتجاه أكبر، وتصنيف هذه الجماعة عنصرية فاشية أهم بكثير من أنها تصنف جماعة إرهابية. هذه شكرا لك دكتور سمير. يعني أرجو أن يكون
نعم، يعني طرحت مواضيع مهمة جدا، ما هو أخطر من أن تصنف منظمة إرهابية. يعني التصنيف إنها حركة نازية إرهابية عنصرية داخل المجتمع اليمني هو ما يفترض أن يكون على مستوى محلي ودولي وإقليمي. يجب أن يكون هذا القرار بكافة، يعني لازم يكون هناك الشق، لا يتخذ الشق العسكري بس، ولكن يجب أن يتخذ الشق السياسي أيضا منه، لأن هناك داعمين سياسيين بأحزاب معروفة في داخل المجتمع اليمني، أحزاب أقيمت من خلال العمل الديمقراطي، من خلال دستور الجمهورية اليمنية. اليوم نلاحظ أن هذه الأحزاب تحولت إلى أحزاب داعمة للإرهاب. كيف أنت تكون حزب سياسي وكيف تكون أنت داعم للإرهاب؟ هل هذا أيضا يعني يجب أن تدرج ضمن هذه الأحزاب، ضمن المنظمات الإرهابية التي هي داعمة للعنصرية وللنازية وللتمزيق، التي قامت بتمزيق المجتمع اليمني؟ شكرا لك دكتور سمير بروفيسورنا العظيم. ننتقل الآن للدكتور الأستاذ علي عبد الله سعيد الضالعي. تعريف بسيط حجمه، طبعا هو غني عن التعريف، ولكنه مستشار بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، عضو اللجنة المركزية بالتنظيم الوحدوي الناصري، عضو مؤتمر الحوار الوطني، عضو الأمانة العامة بالمؤتمر القومي العربي. تحيا العروبة أستاذنا، تحيا اليمن، تحيا الجمهورية اليمنية، أهلا وسهلا بك في ندوتنا اليوم، أهلا بك، تفضل عزيزي. افتح الميكروفون، افتح الميكروفون لو سمحت. اضغط من عندك، اضغط. أيوة. شكرا على الاستضافة بهذه المنصة الغير عادية في ظل المناخات التي يمر بها وطننا اليمني وأمتنا العربية. أنا أرى بأنه لا جديد بهذا القرار من قبل السلطة الترامبية، ولا أقول الحكومة الأمريكية، لأن هذا الرجل لا يؤمل فيه خيرا في أي قرار يتخذه، وخاصة مواقفه من الكيان الصهيوني الذي ينتهك مقدساتنا وأرضنا في فلسطين. فأن توصم العصابات الإرهابية، العصابات الحوثية بالإرهاب، فهذا لا جديد فيه، فهي تمارس الإرهاب ميدانيا منذ 5 سنوات ونيف. وبالتالي طوال فترة حكم ترامب كان يقف عائقا أمام اتخاذ أي قرار ضد هذه العصابات. لماذا لم يعمل ترامب على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضعية اليمنية؟ لماذا لم يتخذ قراره إلا الآن وفي آخر لحظة من بقائه على الكرسي ثم افتراض موافقة الكونغرس؟ لماذا لا يطبق هذا القرار إلا في ليلة تنصيب الرئيس القادم؟ هناك شبهات كما أرى حول توقيت اتخاذ هذا القرار، لكن لا يعني أن انتقادي لهذا القرار الأمريكي لا يعني تبرئة للعصابات الحوثية، فهي تمارس العنصرية والسلالية والمذهبية. لأول مرة في اليمن تسكن النساء، ما يمارس في حق الشعب من تجويع، من نائب البنك المركزي، من نائب صناديق الضمان الاجتماعي، مرتبات الناس، السجون العامة. ما جرى بالأمس تحديدا، يوم أمس، من عملية عقاب جماعي لقرية الحيمة في تعز، عملية نس بيوت، قتل الأفراد، سحلهم بالشارع وتركهم أمام الناس، ترك الجثث أمام الناس، تخريجهم لكتائب عديدة من القناصين، ممارستهم عملية القنص في المناطق التي يتواجدون فيها في حدود الضالع، في محافظة مدينة تعز. كل هذه الممارسات الميدانية لا تضيف جديدا بأنهم عن عصابات إرهابية لأول مرة تنتهك حرمات المنازل من خلال ما يسمى بالزينبيات، أساليب التجويع، أساليب الاختطاف، ما يسمى أو ما يقال عليه المساعدات الدولية. إلى أين تذهب هذه المعاناة؟ من خلالها خلقوا سواق سوداء
في الشارع اليمني، ينهبون جزء منها، يسرقون الأجزاء الأخرى، يمارسون في عملية الترغيب والترهيب للأسر الجائعة بتجنيد أطفالهم. وبالتالي لا أقول جديدا، لا يوجد جديد بهذا القرار الأمريكي كما أرى أنا، لأنه كما قلت يأتي في لحظة. لو تابعنا اليوم أيضا وبتشجيع ترامب والحكومة الأمريكية يحلهم بالشارع وتركهم أمام الناس، ترك الجزر أمام الناس، وبالتالي كما أرى أن هذا القرار كما قلت اليوم تحديدا الكيان الصهيوني يقرر بناء 800 وحدة سكنية حول القدس. وزير الدفاع الصهيوني يأمر بإقامة 400 وحدة سكنية حول القدس استفادة من الأيام الأخيرة للبلطجي والمجرم ترامب. وبالتالي أنا لا أرى جديدا في هذا القرار. إذا كانت الحكومة الأمريكية جادة فلتفعل قراراتها ذات الصلة زي القرار 2022-16 وبقية القرارات للقضاء على العصابات الحوثية ودعم الحكومة الشرعية. أما مجرد إصدار قرار، أنا لا أثق لا بترامب ولا وزير خارجية الذي كان مدير المخابرات المركزية الأمريكية سابقا، ولا بصهره وزوج ابنته ومستشاره. هؤلاء لا ثقة فيهم، وأنا أعتبرهم كما أرى جزء من الذي أو هم من الذين شاركوا باستمرار الحركة الحوثية بالسلطة والعمل على مدها بوسائل العيش عبر ما سمى باتفاق ستوكهولم، عبر ميناء الحديدة، عبر تمرير الأسلحة. من أين تصل الأسلحة؟ عبر أنظمة عربية ذات علاقة بأمريكا وعلاقة بإيران، الكل يعرف ذلك. وبالتالي هذا القرار مجرد كما يقال لذرة رماد في العيون. أيضا توقيته إذا ما تم الموافق عليه ليلة تنصيب الرئيس الجديد، كمن يريد أن يضع الرئاسة الجديدة في أمريكا أمام أمر واقع، لأنه بايدن كان يقول بأن من أولوياته حل القضية اليمنية أو الأزمة اليمنية أو الحرب اليمنية. وبالتالي أنا لا أرى جديدا في هذا القرار الذي اتخذته السلطة الأمريكية باللحظات الأخيرة من وجودها على كرسي الحكم. طيب أستاذنا الفاضل أستاذ علي، يعني أنت تعتقد أنه هذا القرار هل ممكن يوقف اتفاقية ستوكهولم، وإلا حتستمر اتفاقية ستوكهولم مع هذه العصابة وهذه الميليشيا؟ هي لها فوائد بالتأكيد، نحن لم نستفد من عملية اتفاقية ستوكهولم، لم تنفذ ولا حتى 1% منها. هل هذا القرار إن طلع وأصبح في حيز التنفيذ سيكون يعني إيقاف هذا خلاص، حتكون في محب الريح اتفاقية ستوكهولم؟ هل السلام سيشمل أو اتفاقية السلام الآن التي تمشي على الضفة الأخرى عبر نساء الحوثي في الأمم المتحدة، عبر الناشطات في الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة من خلال إنشاء منظمات مجتمع مدني يطالبين بالسلام، بينما هم في الأساس من كنا في تدمير النظام الجمهوري وتدمير الجمهورية بشكل عام ومؤسسات الدولية. فكيف نقرأ هذه المسألة من اتفاقية ستوكهولم ومن خلال منظمات المجتمع المدني للنساء الموجودات بيطالبنا بالسلام؟ كيف ترى ذلك؟ أنا ما أرى بأن هذه المنظمات للولايات المتحدة الأمريكية دور في خلقها وفي دعمها وفي تمويلها. وكما قلت أن الولايات المتحدة ساهمت في بقاء هذه العصابات الحاكمة في صنعاء عبر المساعدات غير المباشرة التي تقدمها عبر تسهيل وصول الأسلحة إليها. وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة جادة فلنعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. لا يمكن أن تتم هذه القضايا الثلاث إلا بإسقاط العناصر الانقلابية الحوثية
إذا كانت فعلا هذه العصابات تريد السلام فلتسلم أسلحتها الثقيلة، فلتترك الانقلاب وتتخلى عن انقلابها، أن تقيم لها حزب سياسي إذا كانت تدعي أنها قوة سياسية، لكنها لا تريد ذلك لأنها لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة ولا تؤمن بحق الشعب اليمني في تقرير مصيره، وتعتبر أن ذلك الحكم هو حق إلهي لها. وما تلك المنظمات المدنية النسوية أو غير النسوية إلا أداة بيد العناصر الحوثية، حتى اتفاق ستوكهولم كان خروجا على القرارات الأممية، على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على المبادرة الخليجية، وعمل من أجل ذلك بعض المنظمات التي تدعي أنها تدعو إلى السلام. هؤلاء يدعون للسلام وفقا للمخطط الحوثي الانقلابي السلالي المذهبي الطائفي الملكي. شكرا لك أستاذنا علي عبد الله سيف الضالعي. نعطي الكلمة الآن. شكرا لهذا الطرح الجميل والطرح العروبي والطرح الهم اليمني والهم المجتمع اليمني بشكل عام. أحييك وأحيي كل الأخوة وضيوفي الكرام الموجودين معنا. أعطي الكلمة للأخت الإكليلة الدكتورة أروى الخطابي. أهلا وسهلا بك، شرفينا بالكلمة. دكتورة أروى، طيب الدكتورة أروى تقريبا مش موجودة معنا. الكلمة الآن للأخ الدكتور محمد الآنسي، فليتفضل، وله الفضل علي وهو والدكتور محمد علي الآنسي في مساعدتي بإنشاء هذه المنصة. الشكر الجزيل لهم لا يكفيهم بالكلمات، ولكن إن شاء الله بإذن الله لنا حلقة عن هذه المنصة بشكل آخر. الشكر الجزيل والشكر الجزيل لكل من حضر معنا اليوم. شكرا دكتور محمد الآنسي. شكرا جزيلا دكتورة نادين. الأخ محمد، الدكتور محمد الآنسي ما أظن الآن موجود، ما أشوفه في الشاشة، لكن الأخ منير رفع يده. أنا موجود. أهلا دكتور منير، أهلا وسهلا. دكتور محمد كمان موجود، أنا آسف. منير محمد عبد الفتاح موجود؟ نعم، والأستاذ منير موجود. نعم، خلينا مع الدكتور محمد عبد الفتاح. استأذنك يا أستاذنا الفاضل منير الماوري الإعلامي والصحفي البارز، أستأذنك لأنه هو معنا من أول الحلقة ورافع يده. نعم. تفضل دكتور محمد عبد الفتاح الآنسي. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك دكتورة، شكرا جزيلا. أنا سعيد بالمشاركة. الشخصية الموجودة هي ذات تجربة كبيرة في العمل السياسي، ويعني كان لها مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وما تله من يعني من 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 نتائج. انعكاسات القرار فيما يتعلق بتصنيف الجماعة الحوثي كجماعة إرهابية، أنا قد أختلف مع الأخوة في بعض النقاط. أولا، هذا سيساعدنا نحن أمام الدول الاتحاد الأوروبي، هي طبعا تابعة للقرارات الأمريكية، وإحنا نعلم عندما تم تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية كذلك تم تصنيفها في ألمانيا وتم مصادرة أموالها، وتم وبالتالي هذا يعمل على تجفيف مصادر الدخل لهذه الحركة الإرهابية، وهذه من أهم النقاط التي يجب أن نحن نلتفت لها. النقطة الأخرى، نحن لا نعيش بمعزل عن العالم، ناهيك عن عالمنا العربي، قد لا يكون هناك تفاعل كبير مع القضية اليمنية بعكس المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي. وإذا ما ركزنا أكثر على المجتمع الأوروبي تحديدا في دول الاتحاد الأوروبي، هو ذو فعالية كبيرة من خلال منظمة المجتمع المدني ومن خلال مؤسسات الدولة الموجودة في 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 في, في هذه الدول، فنستطيع من خلالها أن نبين لهذه المنظمات ولهذه الجهات بأن هذه الجماعة إرهابية. وهنا نأتي على أن نثبت إرهاب هذه الجماعة ليس من الآن، وإنما هو إرهاب تاريخي منذ 1200 سنة. هذا الإرهاب متكرر منذ 1200 سنة. ما حدث بالأمس في قرية الحيمة هو نفس الذي حدث لجماعة المطرفية من قتل ومن تدمير بيوتهم. إبادة. نعم، إذن نحن أمام مسلسل تاريخي
متكرر. والإرهاب لدى هذه الجماعة هو عقيدة دينية للأسف، يعني هي أصبحت عقيدة دينية. هنا علينا أن نبين للآخرين، نحن طبعا لا نتوقع من الدول العربية أن يكون لها تأثير وضغط كبير على الجماعة على جماعة الحوثيين أو الإرهاب الحوثي، باعتبار أنه يعني يتوافق معهم في النقاط ويختلف معهم في النقاط، أو يستغلهم ويتم استخدامهم لأغراض ضد الشعب اليمني نفسه، لأنهم في الأخير لا يريدون يمن قوي. هذا ما يجب أن ننتبه له. نحن نراهن على العلاقات الإنسانية مع المجتمعات الأوروبية، والذي يجب أن نعمل عليها وأن نستغل هذا القرار في إيضاح وتبيين أن هذه الجماعة تمارس إبادة في حق الشعب اليمني منذ 1200 عام، وبالتالي هي الخطوة الأساسية لتصنيفها كجماعة إرهابية أو كجماعة عنصرية مثل ما ذكر الدكتور سمير. نعم أنا سأصل إلى هذا التصنيف، ولكن الخطوة الأولى في توصيفها كجماعة إرهابية سيقود إلى توصيفها كجماعة عنصرية، باعتبار أن كل القتلة خلال 1200 سنة كلهم أئمة هاشميين من أسرة واحدة إرهابي. من بيت واحد إرهابي. نعم. يا حيا بالدكتورة أروى، حيا بإكليلتنا. أنا أكتفي بهذا الكادر، أكتفي بهذا الكادر من المداخلة وأترك المجال للآخرين. شكرا دكتورة نادين. أهلا بك، أهلا دكتور، وفعلا نتفق معك في هذا الموضوع، لأنه فعلا الحركة هذه ليست حركة وليدة اليوم، ولكنها حركة منذ قرون، من أيام مجيء الرسي ومن أيام مجيء المهاجر بن عيسى في حضرموت، وهكذا أصبحت هذه الحركة كنتونات في داخل بلدنا عبارة عن حرس ثوري وأجندة خارجية، وأصبح القتل كنوع من التطهير العرقي لليمنيين لأبناء الأرض. لم تمارسها إسرائيل ولم يمارسها أحد كما مارستها هذه الحركة الحوثية. أهلا بك ليلتنا الدكتورة أروى الخطابي، المؤرخة وصاحبة التاريخ وصاحبة الكلمة القوية. مرحبا بك عزيزتي، هلا وسهلا، تفضلي أعطينا كلمتك ورأيك في ما يدور اليوم بالنسبة لقرار نية وزارة الخارجية باعتبار حركة الحوثي أو حركة أنصار الله أو أنصار الشيطان أن تكون حركة إرهابية. هل من كلمة تقولينها؟ أولا مساء الخير جميعا، شكرا يا دكتورتنا العظيمة، يا إكليلتنا الجميلة التي اسمها نادين، يعني هذا من عمق التاريخ اليمني. أنت عملتي يعني ثورة، أنت عملتي ثورة لم يسبقك إليها أحد، لقد أتيت بما لم تأتي به الأوائل حقيقة. أنت أول شيء، هذا أولا. ثانيا وهو الأهم، لقد ناضلنا في الأمم المتحدة منذ 2019، وقد يعني كثير في مجلس حقوق الإنسان لتصنيف هذه الجماعة بجماعة إرهابية، وهذا التصنيف عن حد. أنا الآن سمعت الدكتور سمير وهو يتكلم عن العنصرية، العنصرية هي 1% من الإرهاب، العنصرية هي عنصر من عناصر الإرهاب وليست الإرهاب. الإرهاب هو العنصرية أن تقول أنا أفضل منك، أنا أفضل منك، خلاص أنت عنصري لأنك قلت أنا أفضل منك، لكن إنك تقتل، تسجن، تذبح، تسرق، هذه ما هيش عنصرية، هذا إرهاب. توصيف الإرهاب، تحويل المجتمع إلى يعني إلى خائف، مرعوب، مرهوب، فقير، جاوع، وتقول لي يا دكتور أنا أول شيء أنا اسمح لي أن لا أتفق معك. وتصنيف الحوثي منظمة إرهابية أتى متأخر جدا، بعد أن استفحل الداء وعز الدواء. نحن الآن في السنة الثامنة والسابعة، قد تعدينا يعني الحرب العالمية الثانية، ظهر الحوثي وظهر داعش في نفس الفترة في 2014، واحد ظهر في يعني يعني أنا أقصد يعني ظهر عالميا، لأنه عندما أسقط الدولة، أما الحوثي من 2004 ومن قبل 2004 من أيام تأسيس مؤمن، من أيام تأسيس الشباب المؤمن، يعني هؤلاء ينخروا في قلب الدولة منذ عقود، ما خلوا لناش حالنا. المهم وفي 2004 أسقطوا الدولة، هي الفترة التي ظهرت فيها دولة داعش، نفس الفترة، وعاد دولة داعش جاءت متأخرة، جاءت في يونيو أو شيء، وهذا لا أسقطوها في أو واحد في سبتمبر واحد في يونيو، المهم أنهم في نفس السنة.
كان مع داعش 5 سنين ظهرت وحكمت وانقلعت في 5 سنين، وإحنا الآن ما نزال عاد الآن فقط الأمريكا يعني الخارجية الأمريكية بتصنف الحوثي يعني منظمة إرهابية، بعد أن يعني أرهب 30 مليون شخص. داعش شلل قطعة من الأرض نصها صحاري وحكم فيها وطردوا وقتلوا وشردوا بأبوها الأرض. الحوثي الآن يتحكم في الجزء الأكبر من عدد السكان، الآن يذل اليمنيين ذلا غير عاديا. ثم يأتي الدكتور ويقول لي أنه يعني لا يصنفه إرهابي صنوه عنصري. يا عزيزي يا دكتور، يعني حتى لو صنفوه عنصري، العنصرية عنصر واحد من عناصر الإرهاب، لأن الإرهاب هو اسم جامع. ممكن أنا أصنف يعني مصطلح اسم جامع لكل ما يسبب يعني إرهاب وإرعاب الناس وتخويفهم وتجويعهم وقهرهم وتلغيمهم. كما نسمي عنصري لأنه عنصرية، عنصرية واحدة فقط كلمة. هذا أولا. ثانيا، نحن عملنا يعني أكثر من ندوة السنة الماضية في 2020 في جنيف، وطالبنا بكل صدق وبكل وضوح بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، وعملنا مظاهرة أمام الكرسي المكسور في الأمم المتحدة، وكان هذا لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية. وأنا أعتقد أنه يعني هذا يعتبر بالنسبة لنا نجاح إلى حد ما. ولكن أنا أهيب كما قال الدكتور علي عبد الله بأنه الدبلوماسية، الدبلوماسية اليمنية لابد أن تشتغل. إحنا الآن بنشتغل يعني جمعيات يعني غير حكومية، وهذا لا يؤثر كثير على الدولة الشرعية. الآن ضرب المطار وكانت الحكومة كلها أتروح فيها، والعالم يكون في علمكم، العالم ويعني أنا في ألمانيا وعارفة إيش اللي بيحصل، لا يذكر اليمن إلا إذا كان في حدث كبير. عندما يعني فجر الحوثي المطار، كل وسائل الإعلام الأوروبية يعني هالها ما حدث. هذه الجريمة يعني أكبر من الجرائم. أنتم تعرفوا أنهم صنفوا يعني بعض الجماعات إرهابية لأنها خطفت طائرة، صنفت بعض لأنها خطفت فقط، يعني ما قتلت، خطفت. هذا يعني فجر وكان حي يعني يعمل كارثة أكبر لولا ستر الله، لأنه فقط الطائرة لم يعني يتم وضعها في مكان معين في المطار، تجاوزت المطار المكان الذي بسبب الفوضى لأنه تحول إلى سوق عكاظ. ربما أحيانا تصادف الصدف يعني تلعب دور. ليبيا يا دكتورة علوة، ليبيا جلست مصنفة. نعم ليبيا صح يا دكتور محمد، شكرا لك على تذكيري. وأنا يعني فعلا جلست ليبيا مصنفة إرهابية بسبب لوكربي، ومن حقهم لأنه هذا تسبب في قتل ناس أبرياء. وهذا الحوثي لنا الآن 7 سنين فقط، هذا من يوم أسقط صنعاء إلى حتى الآن. ويجي الدكتور سمير يقول لي لا مش يا دكتور أروى صححي معلوماتك، 1200 سنة. لا الدكتور سمير هو يقصد حركة إرهابية عنصرية طائفية، يعني ما يقصد. لكن أنا أعترض عليه اعتراضا واضحا وجليا. أنا لا يعني وكحقوقية، أنا حقوق قرأت التقارير، أنا عندما أقرأ تقارير الألغام أنا لا يأتيني نوم. أنا يعني تسببت لي بأزمة نفسية فقط تقارير الألغام. لكن المشكلة أنه إحنا ضعفاء ما قدرناش، لأن الجماعات أنتوا تعرفوا أنهم الهاشميين عملوا حملة ضد القرار، ورضية المتوكل يعني كتبت إن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية سوف، لاحظوا معي، سوف يعيق توزيع المواد الإغاثية. هذا تهديد للأمم المتحدة، تهديد واضح إنه أنتوا إذا صنفتوا الحوثي ما عاد أنوزعش هذا. يبتزوا الفقراء يعني إنه إذا صنفتنا إرهابي ما عاد أنتيهم لهم شأك. يعني دكتورة أروى ما بيوصل السلال الغذائية والمعونات هذه لا تصل للمواطنين إطلاقا. عملنا استبيان وعملنا طريقي للنزول إلى هناك، لم يستلموا أحد لا في الأمانة العاصمة ولا خارج أمانة العاصمة إطلاقا. دكتورة بتنتهي في المخازن. نعم يا دكتور محمد، نعم يا دكتور نادي. مش بس هكذا تعرفوا انه الحوثيين هذول استمتعوا بالحرب، لان العالم كان يمدهم بالغذاء والدواء منذ يعني الحروب الاولى. صنعاء حوصرت تعرفوا بخيام الامم المتحده. انا كنت اشوف التلفزيون وهو يعرض الخيام التي تحاصر صنعاء، هي خيام الامم المتحده
عليها علامات الأمم المتحدة، عليها إشارات منظمة الإغاثة ويعني والتغذية العالمية، حاصرونا بحق الأمم المتحدة التغذية وبحق والخيام. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هذه قتلت اليمن، ولو في معانا مركز بحثي، وهذا ما أقول مليون مرة، نحتاج إلى مركز بحثي توثيقي يوثق عمل هذه المنظمات، يعرف إيش بتسوي، يقرأ تقارير. الأغذية اعترفوا بأن هناك أغذية فاسدة. الأغذية فاسدة في مخازنهم. الأغذية بتجلس بالشهور على أساس أنهم بعدين يغيروا الكراتين ويغيروا الكونتينرات، ثم يتم بيعها، بيبيعوها، بينكتوها من شوائل إلى شوائل، من علب إلى علب، وبيبيعوها في السوق السوداء. السوق السوداء انتعشت، أصبحوا أغنياء أثرياء من الأمم المتحدة ومن الإغاثة الدولية. ثم هذا الإرهاب منظم، يعني في حتى في إرهاب غير منظم وفي إرهاب منظم. هؤلاء مافيا، عصابات منظمة ويعني مدركة يعني كيف تتعامل مع المجتمع الدولي. شكرا كثيرا دكتورة نادين، وشكرا بك. أهلا بك عزيزتي. أهلا دكتورة أروى الخطابي، المؤرخة والتاريخية والناشطة السياسية والحقوقية والاجتماعية، وصاحبة الباع الطويل مع الملف الحوثي في المؤتمرات الدولية. الآن نرحب بالأخ الأستاذ الصحفي الإعلامي القدير الأستاذ منير الماوري، عضو الحوار الوطني وصاحب صحيفة ليكس الأمريكية. مرحبا بك أستاذ منير، أهلا وسهلا، تفضل أعطينا رأيك حول البيان الأمريكي اليوم. نية البيان، هل هو صادر ويعني خلاص يعني يعتمد، أم لا زال هناك في القوانين الأمريكية التي تحتاج إلى أسابيع لإقراره من خلال الكونغرس؟ أنا حسب ما وصلني إنه هو بحاجة إلى اعتماد القرار هذا أو الموافقة من قبل الكونغرس. يا ريت تعطينا فكرة كافية عن الموضوع وتلم بكافة الجوانب الإعلامية والسياسية، ورأيك حول الحركة الحوثية في أساسها، يعني هل هي منظمة إرهابية أم هي منظمة غير إرهابية؟ شكرا جزيلا دكتورة نادين. أنا كنت حابب أعطي فقط تصحيح سريع، لكن يبدو أنه لأنه مهم هذا التصحيح فيما يتعلق بالقرار نفسه. صحيح. الدكتور عادل ذكر أن الكونغرس لابد من يصارق على القرار، وأيضا بعض المتحدثين يعتبر أن هذا مشروع قرار ولم يصدر بعد. القرار هو نافذ، سينفذ من 19 من يناير، بعد 9 أيام، ويعتبر قد صدر. اختار الكونغرس هو من باب العلم بالشيء، هذا من سلطات السلطة التنفيذية ولا علاقة للكونغرس. القرار صدر بناء على قرار سابق في بعد 11 سبتمبر في أيام جورج بوش، والسلطة التنفيذية بدورها فقط تضيف أسماء أو تحذف أسماء، وإضافة الحركة الحوثية هو من سلطات وزارة الخارجية ووزارة الخزانة. ويعتبر القرار قد صدر، و يكون التنفيذ حسب منص القرار في 19 من يناير، قبل يوم واحد فقط من مغادرة ترامب. وهذا يأتي إلى كلام الأستاذ علي الضالعي، فعلا التوقيت يثير بعض التساؤلات، وربما أن فيه محاولة لإحراج الإدارة القادمة، إدارة بايدن. لكن الكلام الذي طرحه الأستاذ الدكتور عادل الشجاع هو مهم، بأن الشرعية لابد أن تتحرك ومنظمات المجتمع المدني لمنع التراجع إدارة بايدن عن القرار هذا، لأنه في احتمال أن القرار يتم التراجع عنه. هناك قرارات كثيرة سوف تغيرها إدارة بايدن، لكن ربما أن اليمن ليس من ضمن الأولويات، إنما الخشية واردة، الخشية واردة أنه يتم التراجع، ولا بد من تحرك وضغط بحيث يتم إبقاء القرار. والقرار مهم جدا، ربما أنه يختلف قليلا عن حزب الله وعن حماس، وعن لأن اليمن بحاجة للمجتمع الدولي أكثر من
وأنا لا أوافق الرأي الذي يحاول الربط بين القضية الفلسطينية والقضية اليمنية، لأن هذا يضر قضيتنا أكثر مما يفيدها. يعني نحن قوميين وعروبيين، لكن أيضا مصلحتنا كيمنيين أن نفصل بين القضيتين، لأن بإمكاننا الاستفادة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضية اليمنية، لكن ربما لن نستطيع أن نعمل شيء بالنسبة للقضية الفلسطينية، لأن الموقف الأمريكي مؤيد لإسرائيل بشكل واضح، وهذا هو يجعلنا نهتم بطرح القضية اليمنية والاستفادة من التوجه الأمريكي، لأن وضع أي منظمة في قائمة الإرهاب هو شن حرب عليها، وأيضا هذا يستهدف حتى المواطنين اليمنيين الموجودين داخل أمريكا ومنعهم من يحملون الجنسية الأمريكية، منعهم من التعامل مع الحركة الحوثية بصفتها، التعامل معها أصبح يخالف القانون حتى من نواحي مالية أو من أي انضمام حتى لهذه الحركة أو تمثيلها في الخارج، ربما يؤدي إلى سحب الجنسية الأمريكية من أي مواطن. ممتاز، عمل عظيم. أيوة، هذا ما أود أن أقوله باختصار، وإذا في أي سؤال أنا مستعد للإجابة. هو طبعا الآن أستاذ منير، يعني الحركة هذه هل تعتبرها أنت نافذة القرار، نافذ القرار من قبل الخارجية، أم سيكون نافذ إذا اعتمدوا الكونغرس؟ يعني هل هو من باب العلم فقط، أم أنه أصبح جاهز ونافذ؟ أصبح جاهز ونافذ وفي 19 من هذا الشهر، لا علاقة للكونغرس، لا يحتاج إلى مصادقة الكونغرس أو تصويت. يعني من باب العلم بالشيء، يعني من باب الاطلاع والعلم بالشيء فقط. في بداية القرار أو بداية البيان، بيان الخارجية، الوزير يقول اخترت الكونغرس أو تم اختار الكونغرس بعزمنا على كذا، والقرار ينص على أنه نافذ في 19. هو من صلاحيات السلطة التنفيذية، لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس أو أي جهة أخرى. طيب، هم طبعا يعني القائمة تطول بالنسبة لهم، والمنظمات تطول في أمريكا أيضا. هناك يعني الآن نرى بعض اللاعبين الدوليين والسياسيين والاقتصاديين المرتبطين بحركة الحوثية أو أنصار الله في دعمهم بكافة السبل. هل سيجففوا هذا الفساد المالي والسياسي والإعلامي وما شابه ذلك، أم سيكون بس قرار حركة أنصار الله تدخل ضمن القائمة ويفضلوا العمل مستمر كما هو عليه؟ لأني أنا أشوف اليوم أن هناك فساد في أوروبا، هناك فساد في القرار الأمريكي، هناك عدم جدية في الالتزام الأمريكي تجاه اليمن، تجاه الشعب اليمني. يعني مثلا أخيرا تم الإفراج عن 3 أمريكيين وجثة أمريكي من داخل صنعاء في مقابل أن يعود حسين إيرلو. هل لديهم تصور في هذا الاتجاه؟ مثلا سيدخل مثلا حسين إيرلو ضمن الحركات الإرهابية الموجودة مثلا، كيف يسمح له بالدخول؟ لماذا لم تعترض إيران؟ لماذا لم تعترض واشنطن؟ وزير خارجية واشنطن لم نسمع عنه في هذا المجال، يعني مجال إيرلو وغيره. كيف تقرأ الأحداث؟ يعني هذه نقطة مهمة بالمناسبة. إيرلو دخل ضمن الأشخاص المدرجين في قائمة الإرهاب في القرار نفسه، إلى جانب عبد الملك الحوثي وإلى جانب عبد الكريم الحوثي وأبو علي الحاكم. كم عددهم؟ إيرلو أيضاً ربما لا أدري لماذا وسائل الإعلام لم تتناول هذا الشيء، لكن إيرلو ضمن المدرجين في الجائمة. أستاذ منير، لو سمحت لي. نعم. أنا يا دكتورة، لو سمحت لي السؤال. لا تفضلي. أستاذ منير، هذا كلام مهم. كم عدد الأشخاص بالضبط؟ نحن نشتي نعرف من هم وكم عددهم تقريبا لو تكرمت. عدد الأشخاص هم 3، الإضافة إلى اللي سبق أبو علي الحاكم قبل، أبو علي الحاكم عبد الخالق وعبد الملك. وأيضا صدر من قبل، أصبحوا في القائمة مطلق المراني اللي كان رئيس جهاز الأمن القومي، واثنين آخرين من الأمنيين. سلطان زبين الذي بيعذب النساء في السجون. لا، سلطان زبين
مش شو سلطان زبين اعتقد انهم الامم المتحده اللي يعني اعتبرته مجرم حرب بعد الولايات المتحده الولايات امريكا والقرار هو اصلا امريكي وهذا يضعف من قوه القرار لانه ليس قرار دولي غير ملزم لاوروبا غير ملزم للعالم كله هو ملزم للمواطنين الامريكيين بالدرجه الاولى والشركات الامريكيه تمنع الشركات الامريكيه تمنع مصانع السلاح تمنع اي جهه سواء شخصية اعتبارية أو شخصية حقيقية من التعامل مع الحركة الحوثية أو أي حركة مدرجة في قائمة الإرهاب. القانون الأمريكي يحرم هذا التعامل بأي شكل من الأشكال حتى ربما التبرعات من داخل أمريكا ربما تكون فيها شيء من المخاطرة لأن هناك من يجمع المجهود الحربي وغيرها فهذا يدخل في إطار المساءلة. أيضا التهريب ولدينا قصة كبيرة أنه أحدهم كان يهرب مع زوجته الأسلحة يعني واحد متزوج ومن أمريكا هو في أمريكا وكان يهرب الأسلحة مع زوجته إلى اليمن ويعني أتمنى أنهم يعني يعمل هم أصلا جمعوا معلومات مش ممكن يصنفوا هذا العصابة الإجرامية عصاب إرهابي إلا طبعا عندهم معلومات في تقرير خبراء في تقرير خبراء دوليين قبل شهر صدر في الأوضاع عن الأوضاع في اليمن وعدد البيوت التي تم تفجيرها والمساجد والمدارس والمنشآت الصحية وغيرها ولكن الغريب دائما إن هو يأتي القرار متأخر بعد كم من آلاف الجثث اليمنية التي راحت هكذا نحن بنقول هناك يعني أمريكي واحد يموت تقوم الدنيا ولا تجلس وتقوم حقوق الإنسان بأكملها لماذا نحن يعني يصدر هذا القرار متأخر نحن لنا اعتراض إنه هو متأخر أيضا نطالب فيها أن يكون شامل كامل للحركة السياسية والحركة العسكرية بشقيها لأن الحركات السياسية التي هي موجودة بما فيها منظمات المجتمع المدني نحن اليوم نرى هناك لاعبين دوليين ونرى أيضا منظمات نسوية تعطينا دستور من خلال الأمم المتحدة مسودة دستور جنان يعني مسودة دستور يعني تركوا مخرجات الحوار الوطني وتركوا نعم يعني هذه 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 مأساة يعني مأساة مأساة تأخر صدور القرار هو لأسباب موضوعية بالنسبة للأمريكان لأنه كان هناك محتجزين مواطنين أمريكان محتجزين عند الحوثيين فعندما تم الإفراج عنهم أصبحت الحكومة الأمريكية غير ملزمة تستطيع أن تتخذ أي قرار آخر من دون المخاطرة بعدم الإفراج عن فربما أنه حاجة أمريكا للإفراج عن مواطنيها هو ما جعلها تتأخر الآن ما حسم الموقف هو الهجوم على مطار عدن حتى نص القرار والبيان وبيان وزارة الخارجية ذكرها بوضوح أن الهجوم إلى على مطار عدن وهو مطار مدني أدى إلى اتخاذ القرار بشكل حاسم يعني انتهازية سياسية من ترامب لنا كثر خير تفضل تفضل الأستاذ علي عبد الله يعني عندما يقول بأن التأخير كان بسبب وجود أشخاص معتقلين لديهم هناك أمريكيين معتقلين في إيران فأنا أصور هذا الموقف موقف انتهازي لا يليق بدولة كبرى زي الولايات المتحدة حيابه أول مرة ينتهزوا حاجة من أجلنا يا أستاذ علي الله يحفظك إحنا الآن نستفيد من الموقف أستاذة أروى هذا التبرير فقط أنا أقصد أنه ما قاله هو مجرد تبرير أربع سنوات من الممارسة الانتهاكات من ساحل ومن قاتل من نصب مساجد من الحكومة الشرعية الحكومة الشرعية اليمنية ما أدري هل أدرجت الحوثي في قائمة الإرهاب اليمنية أم لا لحد الآن نريد أن تدرج أصبحت مكبلة ومقيدة بيد دول التحالف العربي للأسف الشديد لا دول التحالف أدرجت الحوثي في قائمة الإرهاب وشنت عليها حرب يعني ماذا وتدعم الإمارات وتدعم الحوثيين بطريقة غير مباشرة هل جامعة الدول العربية حتتخذ خطوة إلى جانب القرار هذا وسينعقد المجلس الجامعة
لاتخاذ هذا القرار أيضا ودعمه والترحيب به. أيضا عندنا اللي هو المؤتمر القومي العربي بحكم أن أنت عضو في الحوار أيضا، هل سيتخذ بيان وترحيبي بهذا القرار؟ نحن نريد أن نفعل هذه المنظمات بكافة الشخصيات المتواجدة بداخلها. هل المؤتمر القومي العربي سيتخذ قرار بالترحيب بهذا؟ لا أظن ذلك، لا أظن ذلك، لأنهم يربطون بين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني وقرارات المناوية، وبالتالي لا أظن بأن المؤتمر القومي سيتخذ قرار بهذا المعنى. إذن بلوا واشربوا ماءه أستاذ علي. المؤتمر القومي هذا الآن بتهتموا بفلسطين، ما دخلنا الفلسطينيين عايشين أحسن حياة تحت الحكم الإسرائيلي. أقسم بالله العظيم إنه إحنا نستاهل كل اللي بيحصل لنا. إسرائيل لم تقم بهذه الجرائم التي قام بها أبداً. رغم في جريمة على مدى 70 سنة لم تقم بالتطهير العرقي. دكتور نادين، هناك 3 قضايا. أنا السوريين ومتعاونين مع الحوثيين. بين الصهاينة والحوثيين 3 قضايا: الانتساب إلى الأم، التوقيع على اتفاق اليوم وخرقها بكرة، قتل الخصم السياسي ثم نفس بيته، نفس 3 الممارسات تمارس الصهاينة ويمارس الحوثيين. أقسم لك بالله وبين يدي الله إن اليهود ما عملوا ربع ما عملها الحوثي حقنا، اليهودي حقنا. بحق شعبنا اليمني نعم. والله ما فعل أنت الآن يعني هذا حقكم المؤتمر الدولي. بحق شعبنا اليمني نعم، ولكن هناك 6 مليون فلسطيني مشرد يا أختي. ولا شردوا. ما اليمن صح. لم تعمل إسرائيل في اليمن شيء. في أوروبا في أمريكا. أتمنى عليك أستاذنا الفاضل. أنا كلامي واضح عن الحوثيين. نعم. أتمنى عليك المؤتمر القومي ليس مؤتمر يمني، مؤتمر بكل وطن العربي. معظم الوطن العربي له موقف من حكاية التدخل السعودي وقول لك القوى الرجعية ومن الكيان الصهيوني، وبالتالي أنا أتحدث عن رأي شخصي وقلت لك رجعية من العدوان من الداخل. الرجعية عندنا اللي رجعتها الآن فوق دماغنا، يعني مننا 8 سنين قد قتلنا. ما وبالتالي لا نخلط الأوراق. نحن كيمنيين متفقين بأن هذه عصابات سلالية عنصرية مذهبية تمارس القتل، تمارس النار، تمارس انتهاك الحرمات، تمارس كل الأمور. متفقين عليها، لكن لا نلزم الآخرين أن يتخذوا موقفنا. جيد. إذن نحن ننتظر بيان سيكون من الحزب الناصري الوحدوي. نعم، وسيكون من الشخصيات الاجتماعية بيان ترحيبي بهذا القرار، ونأمل أن يكون هناك قرارات أخرى تتخذ في هذا الاتجاه. ننتقل الآن للدكتور عادل الشجاع. دكتور عادل الشجاع الميكروفون يا دكتور عادل. الميكروفون والآن نسمعك الآن دكتور عادل، تفضل. طيب تمام. أقول نعود إلى الفكرة الأساسية المتعلقة بالشرعية. لا نطلب من الآخرين ما لم نقم به نحن. الكرة اليوم في ملعب الشرعية، وعلى الشرعية أن تجند كل من لديه قدرة سواء في المجال السياسي أو في مجال منظمات المجتمع المدني، وخاصة من النخب السياسية والإعلامية اليمنية المتواجدة اليوم في الغرب، والتي هي على مقربة وعلى التماس من المحافل الدولية، وعلى مقربة أيضا من صناعة القرار الدولي، لتقوم بدورها في الضغط على هذه الدول وإيصال أيضا رغبة الحكومة الشرعية اليمنية لتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية، وتقديم الأدلة والوثائق التي تبرهن على إجرام وإرهاب هذه العصابة، التي فاقت في إجرامها وفي إرهابها ما قامت به عصابة إرهابية عبر تاريخ البشرية. لا نتوقف اليوم ولا نطلب من الآخرين أن يدبقوا البيانات،
للموافقة على بيان الخارجية الأمريكية، وإنما ينبغي أن يكون هناك عمل دبلوماسي يمني حقيقي وعمل من قبل المنظمات المجتمع المدني تقوم به الشرعية، تدعم هؤلاء الكوادر والنخب المتواجدة في الدول الغربية لتقوم بدورها بتقديم هذا الملف والضغط كما هو حاصل اليوم. الحوثي وهو داخل صنعاء العناصر تجوب دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأروقة الأمم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ويقدمون مبادرات ويشوهون الرأي العام الغربي للأسف الشديد، وينقلون معلومات خاطئة ومعلومات كاذبة، ويزينون للمجتمع الدولي بأن الحوثي أقلية مسالمة تريد السلام وهي مظلومة ومنتهكة الحقوق إلى آخر هذه المزاعم. أنا أرجو أن نركز على هذا، وتكون دعوتنا ليس للأطراف الأخرى ولا للدول الأخرى بقدر ما هي دعوتنا للشرعية، لأن بالفعل تتبنى هذا الملف على مستويه الدبلوماسي والمجتمع المدني، وتدعم بسخاء النخب المتواجدة في هذه الدول لتقوم بدورها في كشف حقائق الحوثي. يكفي فقط لو رفع ملف زراعة الألغام التي تقوم به هذه العصابة لجعل العالم يبكي 50 سنة قادمة على ما تقوم به هذه العصابة من زراعة الألغام للأسف الشديد. والأمم المتحدة تدعم $15 مليون سنويا تتلقى هذه العصابة بزعم أنها تقوم بنزع الألغام، وهي في حقيقة الأمر تصنع الألغام. أنا عملت ندوة سيارات نزع الألغام، أنا عملت ندوة في جنيف، أنا عملت مش ندوة عدة ندوات، وذكرت كيف تقوم الأمم المتحدة بدعم الحوثي دعما مباشرا بزرع، يعني الرجل بيزرع الألغام وتعطي أكثر من 20 سيارة دفع رباعي ويستلمها عبد الرحمن المؤيد صاحب يعني منظمة يماك ويستلمها، هذا اللي بيزرع الألغام 20 سيارة دفع رباعي، ملايين استلموها على أساس أنهم بيرفعوا الألغام وبقية المتفجرات وهم بيزرعوا الألغام في قلب اليمن. وأنا دعونا يا أستاذة أروى، دعونا نطالب الشرعية بأن تكلف الأخ منير الماوري وهو يرى من يراهم إلى جانبه في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت موجودة في ألمانيا وآخرون متواجدون في بلدان أخرى، وتمسكون هذا الملف وتفعلون هذا الملف في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. هذا سيكون أو ستكون خطوات عملية حقيقية لإنجاز شيء ما على غرار ما يقوم به الحوثي للأسف الشديد وهو على باطل، ومع ذلك لديه إصرار شديد وأعضاءه يتنقلون من دولة إلى أخرى ويتلقون الدعم في هذا الجانب. فلكي نكون فاعلين علينا أن نتوجه بهذا الطلب للشرعية لكي تقوم بهذا الدعم الحقيقي، وفي اعتقادي أن هذا هو الشيء العملي الذي ينبغي علينا أن نفعله. يا دكتور أنا أستعد يعني لأجل فتح منظمة الكرسي المكسور لضحايا الألغام في اليمن، وطبعا الكرسي المكسور هو أحد أهم رموز الألغام في العالم، وهو يعني كرسي كبير اتبرعت بها الأميرة ديانا، وهو يعني موضوع في أمام في ساحة كبيرة أمام مبنى حقوق الإنسان في جنيف، وقد قررنا أنه يكون هذا الاسم يعني the broken chair of the Yemeni أو the Yemeni broken chair علشان ندلل حجم الجريمة التي ارتكبها الحوثي. طبعا سجل في سويسرا المنظمة، ويعني أنا سأديرها من برلين ومن سويسرا. نريد العالم كله يعرف حجم الجرم اللي ارتكبها الحوثي في حق اليمنيين. معنا الآن جيل كامل مقطع بغير يدي وبغير رجل، والآن أصبحوا تاجرين. يعني مليون وخمسمية لوم هذا تقريرهم المتحدة 1,500,000 يا دكتورة. مش بس هكذا، في هيومن رايتس ووتش قالوا هكذا بالنص، قالوا إن الحوثي لا يستهدف من زراعة هذا الكم الهائل من الألغام إعاقة تحركات الجيش، ولكنه يستهدف إرهاب الشعب اليمني. يا دكتورة كان يفجر الأكواخ حتى التهامي يوصل، التهامي يفتح حتى العشاء يلاقي اللغم قدامه، اللي يقتل يقتل واللي يجرح يجرح،
والله أطفال عمرهم 4 سنين وثلاث سنين ما عاد معاهم لا يد ولا رجل. قلنا جريمة جريمة. والدكتور والأستاذ علي الضارعي بيتكلم لي عن الإرهاب، والله ما فعل اليهود كلهم من 1948 والله هو جميل ربي. جميل يا الدكتورة أروى، جميل إن إحنا نطرح علامة إكس على المؤتمر القومي العربي، نعمل نحن كيمنيين كنخب سياسية وثقافية نعمل علامة إكس على المؤتمر القومي العربي. ما لم يرحب بهذا البيان، لأنه اليوم هو محك لكل فرد، لكل إنسان، لكل سياسي، لكل ناشط ما لم يقف في هذه في تجريم أفعال الحوثي واعتباره حركة إرهابية ضمن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، سنعمل عليه قائمة العار، قائمة الخزي والعار، وينبغي كل اليمنيين أن لا يتعاملوا معهم بأي شكل من الأشكال فيما بعد. طيب نحن نعود للدكتور محمد الآنسي، تفضل معنا، لديه مداخلة وتعقيب. دكتور محمد، طبعا ما يجب أن يكون، نعم، يعني نكون عمليين كما ذكر الدكتور عادل الشجاع، وأنا مع الطرح الذي طرحه، ما في داعي نحن نتشعب في مسألة التنظير. معنا قرار من وزارة الخارجية الأمريكية، طبعا أمريكا هي دولة عظمى وقراراتها هي أكثر مصداقية من هذا القرار، مش صادر من موزمبيق ولا صادر من دولة مهمشة، هذه الولايات المتحدة الأمريكية، الكل يعلم ماذا تعني هذه وتأثيرها على كامل منظمات الأمم المتحدة أيضا. وبالتالي كيف يتم توظيف هذا القرار واستغلاله؟ أفضل استغلال. الآن الملف الحوثيين سيرتبط مستقبلا بأي نقاشات أو بأي تسوية فيما يتعلق الملف النووي بين بايدن وإيران، وقد هذا القرار ينزع في وقت من الأوقات ويصبح هؤلاء يعني وصفوا طيور الجنة بحسب ما تقتضي المصلحة، لأنه إيران هي يعني نفوذها ممتد في اليمن من خلال هذه الجماعة، ويهمها أن تبقى هذه الجماعة يعني من ضمن أدواتها. وقد يكون هذا القرار في حد ذاته هو ضغط على إيران، يعني آخر ما عمل ترامب، لأنه ترامب كان آخذ موقف من إيران في هذا الجانب، ولا يريد أن يعني فيما يتعلق بالملف النووي والاتفاق النووي كان أوقفه ولم يكن راضي عنه. إدارة بايدن لها وجهة نظر أخرى في هذا الجانب. ما عمله ترامب لأهداف سياسية ليس حبا في اليمن، علينا أن نفهم هذا الجانب، لكن علينا أن نكون عمليين. وكيف يتم توظيف هذا القرار؟ توظيف حقيقي أمام الآن الكرة هي في ملعبنا كما ذكر الدكتور عادل الشجاع، وأتمنى أن ننتقل إلى الجانب العملي، نفكر كيف يتم استغلال هذا القرار وتوظيفه وإدانة هذه الجماعة في كل المحافل الدولية، في كل منظمة الدولية، في جنيف، في ألمانيا، في الاتحاد الأوروبي، في أين ما وصلنا نستطيع أن احنا ندين هذه الجماعة. شكرا. جميل، شكرا لك الدكتور محمد، وشكرا للإخوان الموجودين. أنا أعتقد أن احنا الدكتور سمير الشرجبي، هل تحب أن تضيف تعليق أو مداخلة أو تعقيب؟ دكتور سمير، شكلكم عاتبتموه كثير لما عاتبتوه كثير لما اطفى يعني. لا لا، يمكن هو لانه مشغول وعنده اعمال اخرى يعني، هو شكرا له انه دخل معنا لانه عنده كذا حاجه كان يعملها، ولكن اعتقد انه هو غير موجود معنا. طبعا الانتهاكات والجرائم الانتهاكات الحوثيه لا نستطيع أن نوصفها في أو نحددها في هذه الندوة فقط، وهي أصبحت واضحة للجميع، للقاسي وللداني ولكل الدول فيها. جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الإنساني لليمن، في تفجير المنازل ودور العبادة واضطهار كمان، حتى اضطهاد الأقليات. احنا شفنا اضطهاد الأقليات داخل اليمن، وأصبحت هناك ابتزاز للملف عبرهم، يعني ابتزوا ملفات سياسية للأمم المتحدة مقابل تنازل عن البهائيين، كانوا يطالبوا بعملية إخراج يعني من سجون الحوثي ومن الأمم المتحدة ومن أمريكا وغيرها.
أيضا تهجير الأقليات الدينية هذه كارثة أيضا من الكوارث التي ينبغي أنها كانت تدخل كمنظمة إرهابية. أيضا تهجير المعارضين، يعني كل المعارضين اليمنيين اليوم خارج الوطن لا يستطيعوا أن يبقوا داخل الوطن نتيجة للبطش الذي يطالهم، نتيجة القتل الذي تم للعديد منهم، اعتقال وتعذيب الصحفيين، الناشطين المدنيين، زراعة الألغام في البر والبحر، استخدام المنشآت الصحية والتعليمية لأغراض عسكرية، تدمير مؤسسات اقتصادية بأكملها، استهدافها للأعيان، استهدافها للدول الجوار مثل المملكة العربية السعودية وغيرها. إذن هنا الأجندة الإيرانية تعمل في الساحة اليمنية، وينبغي علينا أن نخرج بتوصيات من هذه الندوة للحكومة الشرعية كخارطة طريق، كنخب سياسية ونخب ثقافية تساعد في فلاشات خارطة الطريق، ماذا نقدم لهم. الشرعية بحاجة إلى من يسندها أيضا بآراءنا بطريقتنا، كيف نوصل أصواتنا ما هي الآلية؟ هذا الذي أنا كنت أشياء تسأل عنه. نعم نحن الآلية عقدنا أكثر من دورة، نعم عقدنا أكثر من دورة، لكنه نحن نشخص المشاكل والمشاكل كل الناس نعرفها. هذه المشاكل، هناك 3 مليون طفل خارج إطار التعليم، وهذا سيسبب لنا 50 سنة قادمة جيل مشوه، وتغيير المناهج وتدقين التعليم بالمعنى الحقيقي. لكن نحن نبحث، المفروض نحن نناقش عن آلية كيف يكون هناك حلقة وصل هو الآن مع الشباب الآن خارج الوطن. هذه الندوة تخرج بتوصيات وترفع للشرعية وترفع للجهات المعنية في الشرعية، على أساس إن إحنا هذا رؤيتنا نحن كنخب سياسية موجودين وكمجموعات موجودة، مجموعات ضغط في الساحة، ونعطي رأينا بصراحة ونثير الموضوع لدى كافة الدول، وملفاتنا جاهزة، ملفاتنا واضحة، ملفاتنا أصبحت مثقلة بالجراح، فعلينا كلنا أن نتجه اتجاه حول إنهاء الحرب وإنهاء الصراع في اليمن. شكراً لكم جميعاً، كلاً باسمه وصفته. شكراً للدكتور محمد علي الآنسي والدكتور محمد عبد الفتاح، للدكتور سميرة الشرجبي، الدكتور عادل شجاع، للدكتور علي عبد الله سيف سعيد. أنا بغلط في اسمك، اسمح لي، معليش. الدكتور علي عبد الله سعيد الضالعي، والدكتورة أكليلتنا العظيمة الدكتورة أروى الخطابي. كلكم جميعا وكل